عايشة بخير، كنت عايشة في الفيلا سكنة فيها وما خصني حتى شي خير وبخير مع راسي وكنلبس المخيرة وناكل المخيرة، ومن بعد اختي تقلبت عليا الظروف. كيفاش كنت كيفاش وليت؟ عيني عندي الشبكة رقيقة وجلالة صعيبة. باقي نخدم في قصر ملكي. كيش هو كنخرج عندي بعد شليبة وهادشي كيجيبو بلا لاباس عليا. كلشي يقول لي عطيني عطيني، كنقول لك واش تيدي انا ولا خصني عطيني. وربما يمشي تقدم لي شي وحده، ماما في حال نمشي نجيبو في حال نجيبو يخطبني، نقول له انا عندي البيت واحد اللي خدامه نهار كامل مخلصاني 25 درهم في النهار. طيح عليك هادي. السلام عليكم اختي. قلت لك اختي انا كنت عايشه بخير، كنت عايشه في الفيلا ساكنه فيها وما خصني حتى شي خير وبخير مع راسي وكنلبس المخيره وناكل المخيره، ومن بعد اختي تقلبت عليا الظروف. ماتوا الوالدين والحباب اللي كانوا كيعاونوني في تطوان، كانوا كيعاونوني مساكن الله يرحمهم ويوصي عليهم. ماتت خالتي ومات راجلة وما بقى عندي حد، وعندي الله تعالى وتبارك، وانا دابا في الساعه ساكنه في بيت عندي الموقع مزيون، انما ساكنه في البيت مع الجيره. اختي انا مألمه، كنبكي دائما، كنبكي بالليل وبالنهار، كنعمل نغطي بالبطانيه ونبكي باش ما تشوفنيش بنتي مسكينه، باش ما كنزيدش نزيدش نضغط عليها مسكينه. ايوا بنتي انا قلت لك كتقدم السيفيات، قرات في تطوان، قريتها في تطوان ملي كنت كنخدم انا، خدم عند الناس هنا وهنا 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 باش نلقى الطرف ديال الخبز وتخلص لك انا مول الدار. لا ما خلصتيهش يجي خرج لك حوايجك يسيبك. الزوج ديالي مسكينه هو مريضه، هو خرج خرجها فينا وصافي. كان كيخدم في الخياطه، من بعد اختي يعي في الحانوت فهمتيني، في الخياطه كيخيطوا الروتوشات وديك الشيء، هادشي اللي كاين. ملي كان باقي انا كنخدم فاش ما كان، دابا ميناج فاش ما كان، عيطت لي شي وحده كتعرفني كنمشي لعندها نعدل لها الدار ديالها وكل شيء، واللي بغى شي حاجه كنمشي، بغات شي وحده نحك لها القشيعات كنمشي، وخصني باش نديباني اختي باش نجيبو ما ناكلو. لا ما خدمتش، لا دابا ما نقدرش نخدم دابا. عيني كنتيني كتشوف عيني كيفاش عامله، مال عيني؟ عيني عندي الشبكه رقيقه وجلاله صعيبه، وعندي العمليه في الضل البيض، انا نوريك الوراق وكل شيء. التحاليل عاد عملتو انتينا شفتي لي ما كنشوف دابا، ما كنشوفكش انتينا مزيان، شوف الضبابه كتشوف شي المناظر قداش نو ما عندي، عندي موان قل من 20 19 عندي النمره، عندي الزاج سبيسيال المناظر كيتقاموا عليا بقول 2500 3000 درهم جات سبيسيال عندي. دابا ما كنشوفش به، ملي كتجي العشيه تعاشي ويشعل الضوء ما نخرجش تماما، ما نجيبش حتى الكرتونه ديال الحليب من البقال. بنتي كتقول لي ما كرهتشين عيني نعطيها، وخصنا نكونوا حتى حنا مزيانين بحال الناس وساكنين ماما وفوقاش عن فوق زعما نكونوا حتى حنا بحال الناس مزيانين. وربما يمشي تقدم لي شي وحده، ماما في حال نمشي نجيبو في حال نجيبو يخطبني، نقول له انا عندي البيت واحد. كتقول لك هاد الهضره انتينا كيفاش؟ انا كنتالم اختي، كنبكي وما كنبغيش كي كتشوفني تقولي عاوتاني كتبكي عاوتاني كتبكي، خصني ما نبكيش قدامها. عائلتي عندي، لا نقول لك عندي عائلتي قداش وقديدش، حتى واحد ما كيعرفك، يلبس عليهم خنزير فلوس يعرفوني انا. كيجي عندي حتى الو في التليفون ما كيعرفوني واش عيطت ولا ما عيطت ولا عندي ولا ما عنديش ولا حتى شي حاجه. عندي واحد الاخ ديالي مسكين، الاخ ديالي مسكين راه هو مسكين على برار، هو راه ما كيشوفش بعينه تبصر، هذاك كان كيتفكرني مره دابا كورونا ودابا داك الشيء هذا انتينا عارفه، اوروبا بلجيكا بروكسل مسكين الله يخليه لي يطول ربي في العمر. با كنخدم في قصر ملكي فوقاش. ايوا كنخدم مع الحسن الثاني، باعوا الورد ديالهم وباعوا داك الشيء ديالهم، قسموا الورد ديالهم، بغيت نقول لك قسموا الورد ديالهم، داها خاهم الكبير. انا حنا كنا جالسين فيها، كنا جالسين ساكنين وصافي، قابلها انا نسقي الغارس ونجفف ونقي ونمسح الغبره، حنا جالسين حتى قالوا لنا عاوتاني عيبيعوا مشينا جينا بحالنا. كتشوفوا الحاله ديالي، كيشوفون كنخرج عيد بهاد الشليبه وهاد الشيء كيجيبوا بلا لاباس عليا، كلشي يقول لي عطيني عطيني، كنقول لك واش تيدي انا ولا خصني عطيني. ما كترضاش يا لالا؟ ما كترضاش. كيفاش كنت كيفاش وليت؟
انا كان عندي جدي كنت انا فاشا مخنطه كنت بالذهب وبكلشي انا بالذهوبات وكلشي ما خلاني نستيت وكنا بالذهوبات وكلشي عطوني باك وزير زعما ورفض راسه كنقولوا لي تينا بنت الوزير كامله بالذهوبات وكامله باللباس على المخيار كنت كلشي كنت دابا باش مرشي السلام درهم ديال العمليه ما جبرتهاش الراجل ما يعطيني بسكي الراجل اللي مريضه ما فيش راه بالدواء عنده الخراني ديال الدواء الدوايات ايه والحمد لله تا هو مسكين ولد العائله وعاخوته اللي كيعاونوه تا هو خلصاني خدامه نهار كامل مخلصاني 25 درهم في النهار طيح عليك هادي عطيني اجي بحالك ماما اجي بحالك ماما ربي كبير اجي بحالك وجيت بحالي صافي بزاف داولي فلوسي بزاف يوم الخدمه يقولوا لي واخا تيجي الحاج نعطيك تيجي الحاج ملي كنمشي كتقول لي مشي بحالك الشريفه مشي بحالك ولا غنسيب عليك اجار وحده قالت لي ما كتعملش الشغل ديالك لا كنعمل شغلي قالت لي تيجي الحاج ويخلصك على راجله هذه وحده اخرى عاود تيجي الحاج ويخلصك ايوا كنبكي وكنفوت امري الله تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.